الله الرحمن الرحيم. نختتم اليوم آخر جلسات المجلس الرمضاني لنادي الصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. كل الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام وللرعاة الذين رعوا برنامجنا على مدار رمضان، وكذلك الشكر لضيوفنا الكرام الذين إن شاء الله استفادوا من هذه الجلسات. نتمنى إن شاء الله أن تكون مواضيعنا سهلة وممتعة ومفيدة في نفس الوقت. بإذن الله في السنوات القادمة راح تكون جلساتنا على نفس المستوى إن لم تكن أفضل. فكل الشكر لكم على متابعتنا.